اتفضلي، الدكتورة فريدة جاية حالا. ميرسي قوي، كتر خيرك. معلش اتأخرت عليكي. لا مفيش حاجة. ها طمنيني، عملتي ايه في امتحان النهاردة؟ لا حليت كويس قوي الحمد لله، جه في النقط اللي كنت مركزة عليها. ان شاء الله ان شاء الله كده يعني جيد جدا. جيد جدا؟ ده احنا نيابة بقى. للأسف لا. للأسف ليه؟ هو الجنس اللطيف مالوش في القضاء؟ بالعكس، أنا شايفة إن أي حاجة الراجل يعملها الست ممكن تعملها كويس قوي كمان، بس أنا يعني مايلة أكتر للمحامي. هو أنا عندي وعد ليكي، أنا كلمت آسر أخويا وهو موافق إن أنت تشتغلي معاه. صحيح، ربنا يخليكي ليه، ده جميل عمري ما هنساهولك. أنا ما عملتش حاجة، أنت اللي هتعملي. اجتهدي وهو طيب وأكيد هيقدر مجهودك. ربنا يقدرني بس وأكون عند حسن ظن حضرتك. طب بقولك إيه، هو جاي دلوقتي، ما تقعدي تقابليه وتتعرفي عليه، ولا انتي وراكي حاجه؟ لا لا خالص، ما ورايش حاجه، تحت امر حضرتك. دي ظروفي يعني بمنتهى الصراحه، ما كنتش حابه اني اخبي عليكوا حاجه، وده اللي خلاني استبعد النيابه وافكر في المحاماه. عندي امل يعني ان في يوم من الايام اقدر اساعد بابا. انا بصراحه معجب جدا بشجاعتك في انك تقولي كلام زي ده. عندك حق يا ياسر، الحقيقه انا كنت عارفه جزء من ظروفه، بس ما كنتش متخيله الصوره كده. أنا حكيت لأني واثقة في حضرتك، ولأني حاسة يعني إن ممكن ظروفي دي تأثر على شغلي مع الأستاذ آسر في يوم يا رب ما يجي. أنا جاهز إنك تشتغلي معايا من النهاردة، أنا رايح المكتب، تحبي تيجي معايا؟ مش هقدر النهاردة لأني مقلتش لبابا وماما، هحتاج أستأذنهم الأول يعني. حقك طبعا. خلاص يا منة، مستنيكي بكرة. متشكرة يا دكتورة فريدة، متشكرة يا أستاذ آسر. أنتِ مستعجلة ليه؟ مش عايزة أتأخر عليهم، مش حابة يعني أبدأ بمشكلة معاهم. إذا كان كده أوكي، تفضلي حبيبتي. أنا اسمي حضرتك. تفضلي. جميل حضرتك ده، أنا مش هنساه عمري، كتر ألف خيرك. أنا ما عملتش حاجة، ربنا يوفقك. أنا اسمي حضرتك. تفضلي. ها ما قلتليش إيه رأيك؟ مؤدبة وزي القمر وذكية. سيبك بقى من منا وخلينا نخلص موضوع علي، أظن دلوقتي هديتي ونقدر نتكلم. اللي عمله علي ملوش كفارة يا ياسر. مفيش حاجة ملهاش كفارة فريدة، علي بيحبك وانت بتحبيه، فأنا كلمته عشان يجي دلوقتي. على الله يا فريدة تكسفيني قدامه. انت ازاي تعمل كده يا ياسر؟ طب حتى كنت قولي الأول. في ايه يا ابني؟ ما تخش. هي قالت ايه لما عرفت ان انا جاي؟ في ايه يا وحش؟ انت خايف منها ولا ايه؟ لا انا هخاف من ايه يعني؟ هو هيحصل اكتر من اللي حصل. طب ادخل ادخل. الموضوع كده خلص من غير كلام؟ لا لازم نتكلم يا ياسر. ما ينفعش يا علي تعزم اكتر واحد اذاني في حياتي من غير ما تقول لي. انا ما شفتش غير انه ابوك يا فريده. هو ده العتاب والخناق؟ الموضوع كده خلص فعلا يا جماعه ولا ايه؟ ما تخليك محضر خير بقى. بقول لك ايه يا فريده، مالكيش دعوه بيا، ركزي مع الراجل ده. انا مش هقول لك غير كلمه واحده يا فريده، انا اسف. انا ما عملتش كده غير بس عشان افرحك. شفت الادب والاخلاق والتربيه؟ مفيش حاجة يا علي، ما تشمتش فينا العوازل. عوازل؟ وبعدين ايه الكلمة دي اساسا؟ انا هكلم لكم مأذون دلوقتي حالا عشان تكتبوا الكتاب. ايه الجنان ده؟ انا في وسط امتحانات ما ينفعش. ما احنا ممكن نكتب الكتاب دلوقتي ونأجل الجواز لبعد الامتحانات. هو انت موافق على جنانه ده؟ انا موافق على اي حاجة، المهم نبقى مع بعض. يا ابن اللذينة يا رومانسي. جرس بيرن. استنى بس. استنى ايه؟ الموضوع خرج من ايدي خلاص. انا بكلم لكم مأذون عشان تكتبوا كتابكم. عايز اخلص منكم بقى واشوف شغلي. يا حبيبي 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 يا حبيبي
ارتحت منك، دلوقتي هنشف تاني. معلش يا منون، سيب انت بس الحته دي وانا لما هخلص هنشفها. يا سلام، ودي تيجي برضو؟ غرق يا عم براحتك وانا نشف. ايه ده؟ ايه الاكلكه دي؟ سيبي الممسحه، انا اللي همسح المطبخ. يا ماما لسه ما خلصتش، استني بس وخليك المطبخ زي الفل. بلا فل بلا ياسمين، اتفضلي اجري روحي شوفي مذاكرتك بلعك، واعملي حسابك من هنا ورايح مفيش شغل تاني في الفيلا. يا ماما حاضر، بس هلم الميه. بقول لك ايه؟ ما تنهدنيش، انا مش طايقه روحي. يلا اتفضلي امشي. ليه كده يا نجاه؟ مستقويه ليه على البنت؟ بنتك خلاص مش هتشتغل هنا تاني، واذا كان على الشغل يتقسم بيني وبينك. انت مزوداها شويه، البنت ما غلطتش في حاجه. انا عارفه انها ما غلطتش، احنا اللي غلطنا يا راضيه. انت خلاص كبرت، هتتخرج وتشتغل وتبقى محاميه. ما ينفعش بقى تقف الصبح استاذه قدام القاضي، وتيجي بالليل شغال قدام الحلل والمواعيد. منك كبرت يا نجاه، عشان كده انا عايزاها تخرج للدنيا وهي رافعه راسها. ما ينفعش احنا اللي نكسب نفسها.